ولسه معاكم وكواليس المسلسل الجديد ولاد امبابة، ويسعدني يكون معايا وجه شاب الحقيقة متألق زي ما هنشوف، هي بوسي شاهين. بقول لك طبعا مليون مبروك على المسلسل. ميرسي، الله يبارك في حضرتك، ومش عارفه اقول لك ايه، بس شكرا جدا لذوقك. يعني بوسي ده اول مسلسل درامي بتصوري؟ مش هو انا كنت عملت قبل كده سات كوم مع دكتور شريف صبري اللي هو فيس ابوك، بس ما عملتش دراما تانية يعني قوي. قولي لي بقى يا بوسي، دورك ايه في المسلسل؟ دوري خمرويه بنت اخت امبابه، مدام فريده سيف النصر بطله العمل، ومامتي مدام غاده نافع. غاده نافع بنت الفنانه الكبيره ماجده. ايوه بالظبط، رجعت تاني تمثل. ايوه بالظبط بالظبط. تعرفي ان فيكي شبه كبير منها بجد؟ طب كويس عشان نبقى ماتشنج مع بعض في الموضوع. طب قولي لي بقى بتعمل ايه خمرويه في الاحداث؟ والله انا مش عايزه احرق، بس خمرويه مختلفه هي ومامتها عن كل الناس اللي في العمل. يعني انا وهي الناس الوحيدين اللي كنا بره الحاره، وهنرجع للحاره. ده هو بيكوا الحال يعني؟ مش قوي، لا مش قوي. الموضوع هيبقى مختلف عن الناس اللي عن الكارير الشعبي. او قعدتي مع مدام غاده قبل التصوير ولا لسه؟ لا لسه ما حالفنيش الحظ للاسف. مفيش معاها خالص؟ لا بس على الورق يا مامتي. طبعا الفنانه الكبيره ماجده الصباحي والده مدام غاده نافع لسه متوفيه من فتره قصيره طبعا. أيوة، ربنا يرحمها. كانت طبعا رمز من رموز الفن العربي بشكل عام. اكيد اكيد طبعا، ما حدش يقدر ينسى ادوارها القويه جدا. جميل بحريت دي يعني اقوى حاجه في الدنيا ممكن حد مصر. عمري والمراهقات لا بصراحه ما شاء الله كانت حاجه قويه جدا. طبعا طبعا. ايه الفيلم اللي تحبي انك تعيديه تاني ليها؟ المراهقات. كان مناسب للمرحلة العمرية. بس يعني شوية مش قوي كده، بس هو في حاجات كتير وفي تحولات في حياتها، وموضوع كان حلو جدا يعني. طيب قولي لي بقى، يعني انت حاطة لنفسك خطة كده في الفن انك انت ماشية عليها؟ انت خريجة اعلام؟ جامعة القاهرة. لكن ما حاولتيش تاخدي كورسات تزودي او تنمي موهبتك؟ هو انا دخلت كذا ورشة، بس المسرح بالنسبة لي كان اكبر ورشة اتعلمت فيه كتير جدا. ابو الفنون زي ما بيقول. بالظبط بالظبط. بس المشكله في المسرح ان للاسف ما مش كتير المسرحيات اللي بتتصور، مش كتير اللي بتتعرض. الموضوع بالنسبه لك ان انت فعلا بتاخد فيه بس ورشه، بتقوي الموهبه. طبعا انا بشكرك يا بوسي، وبتمنى لك كل التوفيق، ودايما متالقه باذن الله. ميرسي ميرسي، انا سعيده جدا شفت حضرتك وصورت معاك، بجد انا الحظ ساعدني النهارده. بشكرك. ميرسي ميرسي، باي باي.